الأسبوع الماضي كنا معكم، يعني كالعادة كنا مش بنروح في نقل مباشر من أعمق حوض للغطس في العالم. الحوض هو ديب دايف دبي، وكان من هناك زميل شادي الزعيم رأينا يغطس وانتهى البث. ماذا حصل بعد ذلك؟ سنتابع وسنكون معكم تحت الماء. هنا ودعنا شادي وانتهت التغطية مع صباح العربية وقطع البث، وبدأ شادي رحلته في أكبر حوض للغطس في العالم. مسافة 12 متراً تحت سطح الماء يلعب البلياردو. وعلى مسافة 17 متراً تحت سطح الماء تصفح الكتب في المكتبة. وعلى مسافة 20 متراً تحت سطح الماء يمارس الرياضة. حتى أنه على مسافة 27 متراً تحت سطح الماء يشاهد التلفاز ويتناول البوب كورن. تعتبر رياضة الغوص من أقدم الرياضات التي عرفها الإنسان، حيث كانت وسيلة للحصول على الغذاء. تتغير الألوان تحت عمق 10 أمتار، حيث لا تستطيع التمييز بين اللون الأحمر والأصفر. الأصوات تحت الماء تصل أسرع 5 مرات من الهواء، لكن لا يستطيع الإنسان تحديد اتجاهها. الأكسجين يصبح ساماً عند الغطس على عمق أكثر من 42 متراً، لذا يستخدم خليط بين الأكسجين والهيليوم والنيتروجين. بدلة الغوص تحمي جسم الإنسان من الضغط المتزايد في الأعماق والحفاظ على حرارة الجسم. رياضة الغوص تحرق 600 سعرة حرارية في الساعة. اخيرا طلع من ديب دايف دبي بس ناشف الحمد لله، ما غرق. الزعيم زميلنا الغواص والمغامر شادي الزعيم، صباح الخير. صباح الفل. انا والله كنت خايف على مستقبلي في البيتكوين وما بعرف ايش، قلت راح شادي راحت فلوسك يا صابر. طيب خليني اتكلم اليوم بانه هذه التجربه 60 متر تحتاج تدريب، ولا اي واحد يروح ويغوص وبالتالي يستمتع، ولا في فروقات؟ صباح الخير جميعا. طبعا اكيد في فرق في موضوع العمق من ناحية الغطس، ولكن اذا ما تحدثنا عن ديب دايف دبي في البدايه، بصراحه المغامره او التجربه رائعه جدا، يجب على الشخص تجربتها للشعور بعظمتها بصراحه. في عناصر كثير، طبعا عناصر الامان موجوده، عناصر الترفيه، بحيث انه خلال الغطس
تقوم بسماع الأغاني، تقوم بسماع أصوات حيتان، دلافين، بتعطي طبعاً عامل إضافي للترفيه. بالنسبة لموضوع الغطس طبعاً أكيد في هناك المستوى الرياضي عادل لغاية 30 متر، تحت ال 30 متر إن جنرال بسموه تكنيكال دايف أو الغطس المتقدم. إحنا إذا حكينا على موضوع الغطس سكوبا أو الغطس الرياضي، طبعاً بالنسبة للغطس الحر فهو شيء ثاني. طبعا خليني اقف معك عند النقطه دي. ايه الغطس الرياضي وايه الغطس التكنيكال اللي هو بيعدي 30 متر او 32 متر؟ طيب، هو الغطس الرياضي هو عباره عن الغطس باستخدام السلندر او التانك، الاسطوانه الاكسجين، هذا الغطس الرياضي. هناك مستويين، مستوى الرياضي للغطس وهو طبعا من السطح لعمق تقريبا 30 او 32 متر. انت اخذته؟ نعم، 32 متر. تحت 32 متر هذا يعد من الغطس التكنيكال دايف او الغطس المتقدم. طبعا المعدات المستخدمه في الغطس المتقدم تختلف عن المعدات المستخدمه في الغطس الرياضي، طبعا البدله، حجم الاكسجين المستخدم، طبعا كلها تختلف. الغطس الحر طبعا هو الغطس بدون استخدام معدات غطس او بدون استخدام الاكسجين، فهو عباره عن بذكر بالتراث الاماراتي طبعا، الغطس البحث عن اللؤلؤ طبعا، الخليج كله طبعا اكيد بالهيرات اللي ينزلون لها. بالفعل هو قاعد فتره طويله وهو حابس هذا النفس حتى يحصل عليه. طيب، طبعا انا بسال عن شيء اخر بكل امانه. يمكن انا وانا قاعد اشوف الصور ايش كنت قاعد تفكر فيه بوقتها؟ بصراحة ما في شيء معين بتفكر فيه. لا يعني هو راحة، يعني هذه راحة هذه الأمتار، يعني ما نتكلم عن 10 متر، 20، 30، 60 متر، يعني قاع. هو مزبوط، ولكن أكيد ضغط. أكيد طبعا الخبرة تلعب دور، يعني أنا بغطس لي 20 سنة تقريبا. طيب، فالمنظر هذا يعتبر عادي نوعا ما، قد يكون غير للمبتدئين. ممكن يكون في خوف من قبلهم، ولكن التجربة يجب أن تقوم بها الشخص لنعكس. شنو المقابلة اللي أنت قال لي عليها؟ نعم، كان عندنا مقابلة مع المدير العام جارود جابونسكي، حكينا عن موضوع أديش الصعوبات اللي واجهوها في البناء والأجندة القادمة لديب داي دبي. خلينا نسمع. إن بناء أعمق حوض سباحة في العالم كان مليئا بالتحديات من جهة البناء والحفر. الكل يتوقع أن الحفر بالصحراء هو عمل سهل، لكن مع قربنا إلى البحر تكمن تحديات التغلب على المياه الجوفية، ولذلك كانت عمليات الحفر صعبة، خاصة مع الحاجة إلى التخلص من المياه المتدفقة في باطن الأرض. أما بالنسبة للتفاصيل الجميلة في المدينة الغارقة داخل الحوض، فقد تم تصميمها والعمل عليها يدوياً. لقد كان لدينا فريق من أكثر من 600 عامل يعملون في الموقع في نفس الوقت. لدينا العديد من المشاريع المقبلة هنا. هناك خطط لاستضافة بطولات الغطس الحر. نخطط أيضاً لفعاليات مشوقة مثل البحث عن الكنز لجميع الأعمار، بالإضافة إلى دراسة خطط لإنشاء مغامرات غرفة الهرب أو الاسكيب روم. من جهة أخرى يوجد مشاريع عدة مع عدة شركات عالمية لتصوير أفلام ومسلسلات. وفي الحقيقة يبدأ اليوم التصوير والإعداد لأول مسلسل باسم رواد الفضاء، سيتم تصوير جزء منه في ديب دايف دبي، بالإضافة طبعاً إلى كونه موقع تصوير مثالي للأفلام والفيديو كليب للأغاني. طيب، تعرفنا على تفاصيل هذا المكان وهذه التجربة. متى ستذهب إلى بلو هول؟ بلو هول بصراحة من الأماكن، سواء إذا حكينا عن دهب لأنه من الأماكن الكثير معروفة صراحة في مصر. في خطط للغطس في الديب هول، ولكن تجهيز للغطسة هاي لأنه تعتبر من الغطسات بديش أقول خطرة، بس الغطسات المتقدمة. مزبوط، ولكن خلنا أحكي شغلة عن موضوع الغطس إن جنرال. هي رياضة، ولكن زيها زي أي رياضة تانية، زي الركض، زي الدراجات، زي السيارات. في مخاطر في كل رياضة. صحيح. طبعا أكيد المخاطر يعني بالغالب في موضوع الغطس نتيجة قرارات خاطئة أو عدم تقدير صحيح للموقف، ولكن في النهاية إذا الواحد التزم بقواعد الغطس، أو أهم قاعدة في الغطس هو عدم الغطس بالمفرد. وهي بتصير كثير، ناس بتضغط على حالهم لا أنا بقدر أعمل الموضوع هذا لحالي، ولكن النتيجة طبعا بتكون، لأنك أنت لما تغطس مع شخص فأنت بتأمن عليه حياتك في النهاية. بالتوفيق. وفي نفس الشيء أنت مسؤول عن حياته. طب هو يصير عملية تعاون فيما بينكم، واحد سبحان الله البحر غدار مثل ما يقولون، لكن أيضا تسبر أغواره
لابد أن تتحمل مخاطره. أكيد. شكرا جزيلا لك شادي، نتمنى لك كل التوفيق. خدنا وياك غطسه بس على الخفيف ان شاء الله. مو داخل.